رجل توضأ وضع كريمات على رأسه على شعر الرأس، ثم نقض الوضوء وأراد أن يتوضأ، هل يجزئه المسح على الرأس وقد وضع الكريمات عليه؟ نعم يجوز ذلك والله أعلم. قد لبد النبي صلى الله عليه وسلم شعر رأسه واستمر به التلبيد، وهذا ما يقارب 15 يوما، وجمع رأس الشعر بعضه ببعض بشيء يقال له لباد، استمر النبي بذلك 15 يوما يمسح عليه والله أعلم.